شمل برنامج زيارة الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية في الخارج عبد اللطيف معزوز لفرنسا لقاء عدد من المسؤولين الحكوميين والمحليين الفرنسيين تمهيدا للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وفرنسا المقرر في الرباط الشهر القادم. من باريس مراسلة مفاديا الأولى أمهان بزاز ورشيد بالحاضي. إذا كان عدد أفراد الجالية المغربية بفرنسا يتجاوز 1,360,000 نسمة، فعدد الفرنسيين المقيمين بالمغرب يناهز 80,000. من هنا تأتي أهمية تنسيق الجهود وتعميق التعاون بين الحكومتين المغربية والفرنسية بهدف خدمة أفضل لمصالح الجاليتين. عقدنا اجتماعا موفقا وجيدا، لدينا اقتراحات سنتبادلها وسنشتغل عليها. هذه مجرد بداية للتنسيق والتعاون في مجال يهمنا جميعا ويشغلنا خارج حدودنا. حوالي 34,000 تلميذ وطالب من أصل مغربي يتلقون تعليمهم بفرنسا. الحكومتان المغربية والفرنسية تتقاسمان هاجس ضمان النجاح المدرسي بإعطاء فرصة جديدة للتكوين كواحد من الحلول. توسيع مجال تدريس اللغة العربية حاضر بقوة على طاولة المباحثات. Nous avons fait le point sur l'enseignement de l'arabe dans aujourd'hui dans notre pays. ركزنا على تدريس اللغة العربية في بلدنا، علما بأن تدريس اللغة والثقافة الأم تسير بطريقة جيدة، لكننا نحاول البحث عن إمكانية التعاطي مع اللغة العربية، ونحاول البحث عن كيفية تنظيم دورات تدريبية لفائدة الشباب وتنقلهم في اتجاهات متعددة، وكيف يمكن خلق موارد مالية تسمح بتبادل هذه الزيارات بين الشباب. utilisant un certain nombre de fonds permettant les échanges entre les jeunes. مسألة الهوية وتقوية الارتباط بالوطن في صلب الاهتمام، فبمدينة مونتلاجولي أثيرت من جديد فكرة المركز الثقافي المغربي. بين توجها بإرساء مركز ثقافي مغربي بمونتلاجولي، وتبادلنا أطراف الحديث مع السيد الوزير حول متابعة هذا المشروع والظروف التي تسمح بتحقيقه. تم التطرق إلى كل ما يتعلق بحياة المغاربة هنا، خاصة منهم المسنون اللي يعني يقضيوا هذه الفترة هذه ديالهم في كرامة، سواء بقوا هنا أو سواء اختاروا الدخول أو الرجوع إلى البلد الأم. المغاربة المقيمون بفرنسا هم أكبر جالية مغربية تقيم خارج الوطن، في ذات الوقت تمثل ثاني أكبر جالية أجنبية هنا بفرنسا، والمباحثات مع المسؤولين الفرنسيين هي للدفع قدما بالتعاون الثنائي الذي يخدم مصالح هذه الجالية. من باريس للأولى مراسلة رشيد بالحاضي أمهاني بزاز.